كمان لما بدها تاكل ولا حاجه مرات ما نزلش مليح مرات صح عندها مشكله نزلت انا نزلت هي دي فيديو مش طوره ايش الاي بي بتاعه هو سيرفر 135 هيك رحمك الله كفى لا لا بس يا علاء لا لا بس عارف عارف جد تزدد عادي قوش جد اوكي نبدأ بسم الله أنا اليوم جنوس أشلينكس ليفل 2 كورس سيشن 4 سيرفيسز اند اس اس اتش احنا بنقدموا موضوع سيرفيسز اند اس اس اتش ناخذوه قبل نتورك ستورج خاطر يعني قلت ان هي احسن نعرف كيف نستعمل سيرفيسز كيف نديروا اس اس اتش سيرفر ونتصلوا فيه عن طريق الكيز وتشوفوا احسن بيست براكتس فيه قبل نخشوا على نتورك ستورج احسن فخلنا نبدأ بموضوع سيرفيسز هذا الويكي اللينك بتاعها بتاع سيستم دي سيرفيس اوكي سيرفيسز هي حاجه موجوده في لينكس من زمان ومن قبل كان نستعمل فيها عن طريق انت دوت دي هو عباره على دايركتوري فيه مجموعه سكريبتس للسيرفيسز اللي رانينج اون لينكس اوكي قبل كنت تستعمل في السيرفيس السكريبت بتاعها دايركتلي تو في حاجه جديده اسمها سيستم دي السيستم دي المفروض يكون احسن يعني في عندك كوماند واضح ديما تستعمله من غير ما تدور السيرفيس هو موجوده في السيستم بالضبط ولكن احيانا حتلقى السيستم دي مش نازل في السيستم بتاعك مثلا انت لما تستعمل في مينيمال ايمج لدوكر مثلا بعدين مرات بعض منهم متجمع في السيستم دي لكن 90% من الوقت حتستعمل سيستم دي حيكون هنا حتى تقريبا حتى في ليفلز في التشغيل ولا زيرو نت 1 نت 2 تقريبا في ليفل هو ندي تلقى فصلها الفايل هو دايركتوري يعني الفايل في فايل داخل عندنا انت بتخش على الفايلز هذوك بتستعملهم كبرامج عرفت تدير سيش دي سيش لاش ندي هو مكتوب ايوه لا سلاش تي سي سلاش ان دي دير سيرفيس نيم بعدين بتعطيها الكوماند هو لكن تو ولد المفروض ندير بعد سيستم نيم هنا سيستم سي تي ال هنا بدير ديسيبل او واحده منهم ستارت ستوب ريستارت ستاتس كلهم يمشوا تو هيك وفي سيستمز فيهم كوماند اسمه سيرفيس نفس السيستم سي تي ال لكن كوماند واحد ثاني تلقاه في اوبونتو احيانا في ديبن المهم عندنا حاجات اسمها سيرفيس سيرفيس في العاده للديمونز وحاجات زي هيك يمكن تكون اي حاجه يمكن تستعملها حتى في اوتوميشن السيرفيس ضروري it must be started for it to run مرات انت سيرفيس يعني نزلت برنامج وما خدملكش ضروري من تخدمه عن طريق واحده من طرق تخدم السيرفيس بتاعك ولما تبي تعدل configurations يوجلي اكثر من 90% من الوقت تبي تدير ريستارت للسيرفيس بتاعك باش الكونفجريشنز بتاعك الجديد يمشي very important things to note تمام خلينا ندوا على موضوع enable و disable السيرفيس لما هي enable معناها بتخدم on board لما دير reboot بتخدم طول السيرفيس براحة من غير ما تضطر تدير لها start تقطع start command ولما disable العكس ان هي ما تخدمش براحة انت تخدمها براحة لما تبدي يعني تدير ستيل start زي ما قلنا قبل كان فيه NAT D كنت استعمله بطريقة هي وتو فيه System D استعمله بطريقة واحدة من طرق عامة و System D مفروض يكون أحسن Debian اللي هو طريقة جديدة وطبعا انت في لينكس يعني عندك حرية تستعمل اي حاجة تتيح لها حاجة
تمام. ففي عندنا كوماند هو سيستم ستيل تايب سيرفيس ستيت رانينج، باش يوريني الكوماند هو جميع السيرفيسز اللي هي رانينج، يعني زي ما نقول فلتر، لان انت لما تعطيه سيستم ستيل بس اعطيك نتيجه كبيره شويه او تكون كبير شويه. فهذا هو تبي تفكر اهم حاجه ان في حاجه اسمها نت دي، في سيستم دي بالضبط يخدموا مع بعض، لكن احيانا السيستم دي مش نازل عندك، فبذلك احيانا بتبي تستعملها. واهم حاجه ثانيه ضروري دير لها ستارت، ويمكن تبي تدير لها انيبل مستخدم ديما. ولما بتغير في كونفجريشن ديما اتس جود براكتس تو ريلود كونفجريشن باي ريستارت ان ذا سيرفيس. تمام. الاحسن انك تستعمل السيستم ستيل كوماند لانه ديما موجود، لكن احيانا على حسب الديستري بتاعك مرات يكون عندك كوماند ثاني اسمه سيرفيس. تمام. وتو كله بانه نخش عليه عملي، بنزلوا للستش بنوقفوه بنخدموه بنشوفه، ممكن حتى نزلوا برنامج ثاني و نديروا الكوماند زي ما كنا. تمام. فالسيرفيسز مش متفرقين لها هربة، نقدروا احنا كنا نقدروا نزيدوا نتعمقوا باش نوروا كيف نديروا سيرفيس فايلز، تبي تزيد سيرفيس جديدة باش تحطها مع السيرفيسز اللي عندك من قبل. كان تبوا نقدروا نزيدوه في الادفانس شيل سكريبت كيف تزيد سيرفيس، لكن حاليا بالنسبة للحاجات هي ضروري تعرفها، أكثر من هيك يمكن نتعمقوا أكثر من هيك قدام. وبنحضر على الستش هذا الويكي بيج بتاعه wiki.debian.org/ssh. كان ما عندكش الستش كسيرفر تقدر تنزل اب تنستول او تنزل عن طريق كوماند اب تنستول اوبن الستش ده سيرفر، في اوبن الستش ده كلاينت. كان ما عندكش كلاينت لكن دون 90% من الديستروس فيهم كلاينت من قبل. لما بتنزل الست سيرفر كي او ما بدي له انيبل حيخدم، لكن انت في حاجات ضروري تعرفها، في جود براكتسز تقدرها مع الست سيرفر. انا ما اخذها من الديبيان دوكيومنتيشن و المفروض تفكر فيهم. عندك ابلاي اوبن سيس سيرفر سكيورتي ابديت اس سون اس بوسيبل تو الاو تو بروتكت اجينست نون سكيورتي ووز. ماذا بيك ديما لما في ابديت الاوبن سيس سيرفر تطبقها في اسرع ما يمكن، ذات سكيورتي ابديت. ثاني حاجه انك دير اكتيفيت الستش كيز اوثنتيكيشن اونلي، والباسورد بلس فريزز ديسيبل دي اكتيفيت باسورد اونلي اوثنتيكيشن. يعني انا ايش بندير؟ نبي نتاكد ان انا عندي كي اوثنتيكيشن انيبلد في الستش سيرفر بتاعي، ونبي نحي الباسورد اونلي اوثنتيكيشن. انا لما شوي ثاني بنخش بندير الكونفجريشن بنحي الباسورد اوثنتيكيشن مره واحده في كيس فقط، هي تعتبر مور سكيور بابليك كي كريبتوغرافي، وما نبيش يعني معش نضطر نبعث باسورد او في النتورك، نبعث بابليك كي فقط. فلذلك احسن مور سكيور سبيشلي فور ريموت سيرفرز يمكن يكونوا سامن اوفر ذا انترنت. فيه برنامج اسمه فيل تو بان يمكن تستعمله، اللي هو اللوج فايل مونيتور اوتوماتيكلي بانز ان اي بي ادرس افتر ا بري ديفايند نمبر اوف فيل توكن اتمبتس. يعني تقدر تستعمل برنامج هو باش يدير بلوك لاي بي ادرس معين لما يدير هربا اتمبتس على الباسورد بتاعي ولا الاوثنتيكيشن بتاعي جنرال، منهم طبعا بروت فورس اتاكس لما حد يجرب باسورد يعني يقدر يخش في السيستم. وفي حاجات تانية نقدر نديرها حناخذ عليها فكره تو. وفيه من الديبن دوكيومنتيشن قال في مور جود براكتس فور يوزنج ستش، في لينك اهي لاك اوف دور ذا جارد هاكينج ستش مور جود براكتس تبيهم غادي. تمام. يعني ندير ابديت نستعمل كي اوثنتيكيشن، ويمكن نستعمل برامج تانية باش تساعدني ضد بروت فورس اتاكس واتاكس من انواع تانية. هادو تري نوتس ضروري تعرفهم. في كونفجريشن اوبشنز، الكونفجريشن اوبشنز للاس اس اتش موجوده في الفايل هو /etc/ssh/ssh/v
كونفج هتلقى فيه كل الكونفجز نتاع السيتش، ولما بتغير البارامترز نتاعها ضروري دير ريستارت للسيرفر ب السيستم سي تي ال، السيستم سي تي ال ريستارت السيتش دي او السيرفر او السيتش بس نشوف شنو اسمه بالضبط على حسب الديستر بتاعك يمكن يختلف اسمه حتى نشوفه شوي بعد شوي بالعمل. Deactivate using passwords for authentication. نفس هي اللي قبلها غير احنا بنخش عليك في configuration كيف تندار. احنا اخذنا كفكرة و احنا اخذنا كفكرة وهنا حن تبقاها هنا حبدا اسمها password authentication ضروري ديرها هنا في configuration بتاعك في الاستج سطر تلقى مكتوب password authentication by default yes و commented هو ناحية comment ديرها هنا. كيف نحو استعمال روت اكاونت؟ انت مرات ما تبديش حد يقدر يجرب انه يدير لوجن على روت بوكس اللي بتعطي يوزرز معينين او اي يوزر مش روت يدير لوجن لكن روت ما يقدرش يدير لوجن تلقى سطر مكتوب عليه بيرميت روت لوجن. في العاده اللي حتلقى الاسطر هاي كلها كومنتد والكومنتد فاليو هي الديفولت فبتغير في الفاليو ناحية الكومنت وبعدين دير تسيف ودير ستارت السيرفيس. الطريقه هي غيرت معناه ان الكومنت هذا هو ريدي يعني ايه في لما هو باي ديفولت زي ما هو حتلقاه رننج هو ديفولت باش يعطيك فكره ان الديفولت شنو هو باش انت كان حاجه هي بالديفولت من قبل مش لازم تكتبها. فواحده من السكيورتي بريكوشنز انك المفروض تنحي الروت لوجن في السيتش لانه حاجه ثانيه تقدر تزيد تتحكم اكثر احنا مش حنديرها هي لكن تقدر تزيد تتحكم اكثر انت allow login only by certain users or groups في allow users ولا allow groups في configuration هنا تقدر تخلي users معينين او دير group معينة تسميها مثلا الستش ايوه مثلا دير group معينة تسميها permitted to الستش ولا اي حاجة تبي تسميها وتحط فيها اليوزرز اللي هم allowed to login by message مثلا بالسهل عليه راح يقرأ اليوزرز تمام. public key authentication very important هذه link بتاع tutorial في digitalocean.com تستعملها كان كنت مثلا رحت ولا حاجة ولا تبي حيكون مفصل أكثر من اللي بندي روحنا. أنا بصراحة يعجبوني التوتوريالز بتاع digitalocean.com ديجيتالوشن شركة كبيرة شوية معروفة أنا يعجبوني التوتوريالز بتاعها بالنسبة لـ how to set up switch keys من دبين 11 ويمشي في دبين 10 من دبين 12 بإذن الله. وهذا طبعا ريمايندر إنه وين اللي بنقلش تمام. في برنامج اسمه switch key generator switch key gen هو برنامج استعمله باش ندير كيز جديد للسيرفر والكلاينتس بتاعي لان احنا بنستعمله كبابليك كي كريبتوغرافي هو بيدير الكي بير بيدير جنريشن للكي بير خاصة بابليك كي وبرايفت كي تمام. برنامج هو ضروري انك تستعمله باذن الله تلقاه موجود باي ديفولت كان مش موجود نزله باي ديفولت SSH key gen will create 3072 bit RSA key pair which is secure enough for most cases. كانك تبي تغير تقدر تدير flag dash b مثلا 4096 ويغير الكي خليه اكبر مش ولي اصعب انها مثلا حمل root force تمام. فبنستعمل هو بتدير الكيز بعدين كده بعد ما تدير الكيز تبي تعطي تبعت الكيز متاعك للسيرفر باش السيرفر يعرفك مين تبعت الكي للpublic فقط مش هتبعت private over network ابدا. بتبعت في كذا طريقة في طريقة هنا بالSSH وفي طريقة ثانية حتى هي بالSSH هي أسهل SSH copy كان لقيتها نازل كان لقيتهاش نازلة هي بإذن الله ديما تخدم هي ديما تخدم كان ما عندكش برنامج هو هذه لأن كلها كوماند موجودة من الأول ف يعني كات وشينج مود تبعت الببليك كي بتاعك للسيرفر تقول له انت اما يوزر الكي بتاع هو بعدين يخليه يدير لوجن بعدين يخليه يدير لوجن بالكي هذا الـ SSH copy ID tool is included by default in many operating systems
so you may have it available on your local system. For this method to work, you must already have password-based SSH access to your server. أكيد أنت في البداية كان كده بستعمل SSH أنت already عندك password-based ضروري تخليه ولا لين تكمل النقطة هي. يعني هنا أول حاجة دير الكيم تاعي بعدين حطه في السيرفر بعدين نخليه مع شيك بالباسورد. هيك في خطر إنك كتير لوك يور سيرفر. حاجة تانية بنضيفها هنا مش موجودة هنا في السلايد في الأوبشنز تقدر تدير تغير البورت اللي يخدم عليه ال SSH سيرفر تلقاها واضح سطر مكتوب فيه بورت مكتوب 22 تغير رقم هذاك لأي حاجة دير عن كومن بدك تدير أكثر من بورت كان اكتب لي وهكذا. أنا الأتاكس الأكثرية الناس كلها تدير كوبي بيست سكريبت كلهم يخدم على بورت 22 لما تغير هالبورت يولي اصعب انه يدير له ديتكشن براحه ان هذا السيرفر يدير عليه اتاك تاع السيرفر فالاحسن تغير بورت لما حاجه اونلاين. اوكي فخنخشوا عملي بنلا نديروا نبدو فيه السيرفيسز تمام خلينا نخش على هوست فايل نبي نزيد الاي بي ادرس نتاع تاع السيرفر باش معاش نتصل بيه كاي بي ادرس نسموه وان دوت مسارات بس مش الدنيا ده هنا ما هيش تسميها اي حاجه هنا يعني نديرها باش تساعد نفسي شويه ربطينا بنترك عليه سيرفر 135 3 نقدر نوصل فيها حتى احنا ولا سؤال مثلا طب تقدر تخشك بقى ما كملوا السيتش كيز ما تقدر حتى بس الكي هو اللي يدير شو هذا فنبو نخدمو سيرفيسز اول شيء خنديرو السيتش كونكشن احنا تتفكروا في اسم اليوزر تاع السيرفر مسارات مسارات بس ولا ولا مسارات واحد مسارات واحد اوكي طبعا اول مره تتصل بالست سيرفر حيقول لك ان هذه الفينجر برنت بتاعه وهو ما يقدرش ياكد لك بروحه ما فيش هنا سيرتيفيكتس تاكد انت منك ليه يمكن الكي فينجر برنت هو كوبي من السيرفر ولا حاجه زي بس تتاكد ولما تتاكد تعطيه تقول ايه الكوماند علامه مئويه سيرفر مسارات بطاريات 1 ضد بس اي علامه مئويه هذه لا هذا جزء من التيرمينال بتاعك معليش علاقه الكوماند من هنا دير السيرفر سبيس يوزر نيم ات سيرفر اي بي او اي حاجه سيرفر مثلا دومين نيم ولا اي بي ادرس 100 فتو هنا لوجن طبعا باسورد اوثنتيكيشن وشوي نغيره تمام عندنا اول حاجه نبغى ناخذ على موضوع سيرفيسز خلينا نديروا كوماند هو اللي هو حيطلع لي الرننج سيرفيسز السيستم تايب
تمام. فعندي مجموعة سيرفيسز، عندي كرون سيرفيس، دي باس سيرفيس، وهكذا اس اس سيرفيس رانينج، اوبن بي اس دي، سكيور شيل سيرفر، وهكذا في مجموعة سيرفرز. احنا الحاجة الوحيدة اللي نستعمل فيها حاليا هي الستش، ويمكن كروم. يعني لما تنزل اي حاجة حتلقاها هنا، مثلا بتنزل دوكر حتلقاها هنا، بتنزل اي حاجة تانية حتلقاها هنا. تمام، فهيك تعرض السيرفس بتاعك. يعني كنت عندك سيرفس كوماند، انا ما عنديش سيرفس كوماند. دير ستاتس، دير داش ستاتس، هيك يطلع نفس كوماند اهو. تمام، انا ما عنديش. انا في العاده قبل كنت متعود ندير كوماند اهو اكتر، لكن تو ما حاولت على ديبيان نفسها كذا سنه فاتت بتستعمل فهو لانه ديما يخدم. لكن تقدر تدير سيرفس كان عندك نازل ولا تنزل. تمام. لا السؤال هو اللي تو يريحه شويه بقى. طبعا هذا عبارة على فلتر تقدر تنحي رننج ولا لا، هذا يطلعوا لك كلهم حتى اللي مش رننج. هذا في روحه. ها؟ الستش كسيرفر هو هذا نفسه. سيرفس سيرفس اوكي. تنزلهم عندك في الالجوريثم سيستم. تنزل برنامج. تقدر تقدمها من داخل انت او من سيرفر خارجي مثلا، تحطها من غادي تتصل به. او من انت تحكي على السيرفس نفسه اللي يمكن تكون الستش، يمكن تكون اي حاجة ثانية. صح، خلينا منه تو. انت لما خشيت كونكت للسيرفر هو باش تخدم يعني السيرفيسز اللي فصلت. هذا السيرفر هو الحاجات السيرفيس اللي فصلت تقدر تنزلها سواء من سيرفر خارجي او من الاوبريتنج سيستم اللي عندك نفسه. ما فهمتش. تنزل السيرفر. انت السيرفيس لما تقول لي سيرفيس قصدك انت البرنامج هو. اوكي. ولا برنامج هو اللي نزلته، هو اللي نزلته دورنج انستليشن، لكن كانت تبي تنزله نزل عن طريق الكوماند هو. تنزل اوبن سيرفر. هذه طبعا هذا بالطبع يخدم في ديبيان. كانك انت مثلا ديستريبيوشن ثاني يمكن في فرق في اسم الباكج. يمكن تنزل عندك في الالجوريثم سيستم وتدير لك كونكت وتخش بالضبط. طبعا انا ما عنديش نيه انك نوقف الاس اس اتش سيرفيس، فنبي نوقف ال كرون جاب سيرفيس. انا نوقف كرون جاب سيرفيس. تمام، كرون جاب سيرفيس هي خدنا عليها. انا فيها كرون تاب، فيها مجموعه كوماندز يخدموا في وقت معين انت تحدده. في الستوب اكسس دينايد انا نايم مش روت، فخلينا نغير الروت. انا حاليا روت، فندير سيستم CTL ستوب كرون. مدير تاب ساعدني، مش لازم ندير دوت سيرفيس. احسن فتوى حاليا انا سيستم ستيل كرون جاب ولت داون ستوبت. اوكي، فاحنا ندير ستاتس كرون مثلا. فتوى نقدر نشوف ان السيرفيس بتاعي ان اكتف ديد، واعطيني الوقت امتى ولت ديد، والوقت ممكن مش معدل في السيرفر وهكذا. يعني السيرفس بتاعي موجودة لودد، هذا وين المكان بتاع السيرفس نفسها، وينيبل هي تخدم اون بوت. لما دي بوت دي يخدم، لكن هي حاليا انكتف ودد. تبي دوكس دير مان كرون والبروسس بتاعها كيف تخدم وهكذا، ومجموعة من الحاجات. اخر اكزيت كود معناه كيلد، والسيجنال كان ترمينيت، يعني هنا في حد جاء تتفاهم زي ما درت هون. تمام، يعني تقدر تعرف كذا حاجه على هذا البي اي دي. اخر بي اي دي حصلته السيرفيس هي طبعا اللي هي بروسس، هذا البي اي دي بتاعها، وهذا شو صار اخر مره وكيف صار. تمام، هذه لكن اهم حاجه تعرفها انت ستاتس بتاعها، هي ستاتس بتاعها لي اكتف ولا لا، هي ديد وتايم ديد. تمام، هذا طبعا برنامج بس دير كيو بس تطلع منه. فانا خل ندير لها ستارت، ستارت كرون ديت سيرفيس. تو نجي ندير ستاتس نلقاه اكتف روني ولا اخضر هنا، لكن مش ديما احاول اخضر على حسب حاجات العلاقه بالترمينال. فهذه هي قاعد نفس الفورميشن الثانيه،
هذا البي اي دي بتاعها نفسه هو، وهذا الكوماند نفسه لما خدمة السيرفيس شنو هو الكوماند اللي يخدمها، نقول arguments اللي بعثها البرنامج هو slash slash تمام. وفيه شوية لوجن، لوجن هيك كيف started وشوية info البي اي دي فايل skipping reboot jobs because the system not started up. هذه information تعطيها لك السيرفيس، هاي البرنامج نفسه هو البروسيس، تعطيك information في اللوجن بتاعها يقرا فيه هنا باش يساعد. يعني عندنا احنا حاجة يمكن اتريبوت ومش مخدمها تو لانه مش سيستم ساخن، البرنامج يعرف لما هو يخدم مع ستارت اب ولما انت خدمته هو يخدم. فهذا هو عندك كذا كوماند، احنا اخدنا تو ستوب واخدنا ستارت واخدنا ستاتس، في حاجة ثانية في ريستارت، بس دي ريستارت كانك انت عندك مشكلة ولا تبي تدير ريلود الكونفيجريشن. تمام. حاجة ثانية مهمة هلبة مهمة جدا، انك انت تقدر تدير لها دي سيرفر باش معاش تخدم البوت مرة جاية. تمام. ما بيش تخدم على البوت، انا مثلا داير هلبة حاجات ما عرفش نجرب حاجة لسبب معينة، مرات أنا ما بيش يخدم بيها، بيلا نخدمها أنا بيدي تعطيه دي سيبر هيا. توا السيربس هيا دي سيبر تمام، حولها من المكان اللي يحط فيه السيربسز اللي يخدم فيها منبوط. توا السيربس مش معنى أن السيربس يتوسكد، يمكن هي قاعدة تخدم ديرو الستاتس قاعدة تخدم السيربس، لما درت لها دي سيبر ما وقفت لهاش، مش زي ستوب خلتها ما تخدمش بتسيب اولا نقولها توقف. ولما دير بوت مش حتخدم حتى نادي تلا دي سيب. كان نبي نوقفها نديرها ستوب كرون سيرفس، تو لما نجي نشوف ستاتس نلقاها ستوب. انا نقدر نجي ندير لها انيبل باش تخدم باي ديفولت في البوت، يعني اون بوت مش باي ديفولت. فتوا دير لها سيب لينك وهكي، وتوا حاليا لما ندير ستاتس نلقاها لودد قاعدة دد. طبعا الاكتف الانيبل والديسيبل ما يديروش في ستارت وستوب، انا تو درتها انيبل قاعدة دد، ضروري دير ستارت بروحك انيبل وديسيبل باش لما اون بوت. بس هذا معناها هل تبيها تخدم اون بوت ولا لا؟ انت لما درتها ديسيبل اولا من دايركتوري حط الدايركتوري الثاني، مش حولها في دايركتوري، هو عنده مكان يحط فيه في سيم لينك ليهم باش يخدمهم غادي. سيم لينك كان اسمه مولتي يوزر دوت وانس، وحطها غادي. السيرفيس هي تذكر هنا في اللب ساش لب ساش سيستم دي ساش سيستم، هنا هي عايشة السيرفيس غادي في السيرفيس فايل هو، لكن يدير في سيم لينك ليه هنا لما يبيه يخدم اون بوت. انا ما اعرفش بالضبط وين يحط فيهم، هذه توا لقيتها هنا قريتها، لكن يعني احنا مش لازم ما يهمناش بالضبط بالنسبه للكورس، هو نعرف وين يسيف في الليست الحاجات اللي يبي اللي بها تخدم اون بوت ولا لا، لكن تقدر تزيد تقرا عليهم كانت. احنا موضوعنا ان احنا درنا انيبل هنا، هذا الكوماند دار اكسكيوت، هو دار سيمبلينج السيرفيس وخلاص هكي ولد انيبل. كل السيرفيس وين موجوده بالضبط؟ نعم السيستم دي سيرفيسز هنا، والانت دي في سلاش انت سي سلاش انت دي سلاش لب سلاش سيستم دي سلاش سيستم. يمكن ناخذ عليها كي نبدا على الموضوع كيف تدير سيرفيس فايل في ادفانس شيل سكريبتنج، ناخذ عليها شوي عاد يعطيك كيف تكتب سيرفيس فايل وين تحطه وكيف تدير له تخليه يخدم زي باقي سيرفيسز هنا، انيبل ديسيبل وهكذا. فأنا السيرفيس تاعي قاعدة دد، درت لها أنا إنيبل، خليني ندير لها ستارت باش تقعد ديما تمام. فهذا هو أهم حاجة تبي تعرفها، تبي تعرف كيف تدير فلتر للسيرفيسز اللي عندك، تبي تعرف تدير إنيبل ديسيبل وستارت وستوب وريستارت وستاتس،
وكانك انت ما عندك سيستم دي تبي تستعمل النت دي تقدر عن طريق حاجه زي هيك على حسب الدسترو بتاعك. يعني هي مرات تستعملها في الباين لينكس دسترو بس نزلها في دوكر عشان ده ايمج اصغر من دي النت. مرات ما فيش شيء سيستم دي حتلقى هلبا حاجات ما فيش شيء زي سيستم دي زي نانو مثلا في حاجات مش هتكون موجوده تبي تنزلهم لكن مرات انت مش هتستعملهم هلبا مرات تستعمل لور ليفل كمان. كويس كسيرفيس واضح باذن الله سهل الموضوع حاله تمام. خلينا نخش على السيرش تمام. انا عندي السيرش من قبل كان نجي ندير اب ستور اس اوبن اس سيرش سيرفر. طبعا في سيرفر في كلاينت وفي حاجه ثانيه. انا بدير سيرفر سول البنية اوريدي عندي من قبل لكن كنت ما عندكش تقدر تنزل عن طريق الكوماند اهو. انا نزلت الدور انستريشن والله سؤال هو هنا استخدام لما بيرسل الاقتراحات اللي بعدين لما دبل تاب تكتب ما يسمى بس نقص امبيجوتي شويه بديرها. كان هم اربع حاجات مثلا بدير او اعطيه دبل تاب يقول لي هل متاكد تبي نحط 700 بسبيل في الشاشه اعرفه يقول انا. لكن مثلا نكتب بما فيه كفايه مثلا اوبن السيرش بعدين نقول له اعرض اوكي مع هلبا ريزلت يطلع في الشاشه. هذه كيف تنزل اس اس سيرفر. اوكي انا اس اس سيرفر نازل من قبل فنبي طول نخش على ال الكونفجريشن فايل. هذا لينك فيه التوتوريال من ديجيتال اوشن توري لها عجب اثنين. طبعا ندير فيها مرة واحدة في السيرفر فمش لازم نحفظها. ممكن ديما ممكن دير تشيت شيت او تخش على توري ريزاين بس تأكد انك انت متطور في حاجة. هي very simple very easy. هما يكتبوا في كلام اكتر من اللي تحتاج شوية لكن مرات انت تبي تدير حاجة معينة تبي تقرأ عليها اكتر. very simple انت بدير RSA key pair بعدين بدي لك كوبي للسيرفر بعدين بعطيك كذا طريقة دير بها كوبي بعدين بدير اوتنتيكيت السيرفر بالكيز وبعدين بتنحي الباسورد اوتنتيكيشن من السيرفر واي كونفجريشن تانية تبي تديرها تمام. فحنبدا نبدأ بأول حاجة اللي هي كيف تدير كي براحتك تمام. فاحنا حنخش على ال لوكال سيستم تاعي الكلاينت ندير له نيو تاب هنا و بنحاول ندير اس اس اتش بي جي. طبعا هذا ماك مش لينكس لكن بس البرنامج نفسه لما تقرا عليه حتلاقي نفس البرنامج بالضبط. Key Authentication Key Utility Key Gen طبعا مانوال موجود تقدر تقرأ عليه برغو الدوكومنت. دير كيو بسطح كمان ما فيش اي ما فيش اي arguments ولا اي flags. دير هكي هو ديالوج دريفن تعرف شنو دايلوج انا كلاينت انا في كلاينت السيرفر خليته هنا على جنب انا كلاينت هنا احنا غالبا نعرف كل واحد شو المفروض نديروا فيه. انت في الكلاينت في الكلاينت حدير هيك انا خليته الشاشه بروحها الكلاينت بدي فيه السيتش كي جن تمام هذا تعمل جنريت لي هو دايركت دريفن كوماند يعني بيسالني ونادي الجماعه بس نص بالضبط تاخذ بعتها الكي هو والخدمه كلها بتنطبق على كل باقي كله غادي فتو بيدير public وprivate RSA key pair وين تبي تخزنهم هو حيقترح عليك مكان حيقترح عليك مكان انا بنعطيه انتر. تقدر تدير باس فريز باش يشفر الفايل هو على الكلاينت الكمبيوتر بتاعك
يعني انا اعرف الكمبيوتر بتاعي هنا ما عنديش في ثقه، يمكن انا الباس بتاعي ضعيف، يمكن في حد ثاني يستعمل فيه معي الكمبيوتر فنبي نسكرها بالباس، يمكن نبي نكتب باس. انا مش حندير باس المره هي، لكن المفروض ادير باس في حاجه ثانيه مش اشفر الكيس نفسه، يقول مشفر برايفت كي. تمام هيك كملت، هيك تو عندي فينجر برينت هي، وعندي راندوم ارت ايمج. طبعا زي ما قلنا باي ديفولت تدير ار اس اي 3072، تقدر تدير 4092 96 كان يكتب لي عن طريق داش بي، يعني انا كان ندير هذا ندير داش بي 4096 باش يعني هاير ليفل اوف سكيورتي الكي ولا اكبر، يعني اصعب انه يديروا له روت فورس اتاك مثلا. لو درتها مرة ثانية شوف هذا دايلوج دريفن كوماند، يعني حاول ما يخليكش تغلط، عارف هو ان انت مرة تستعمل فيه في سيرفر وما تبيش تسكر ايراك اكسس، فهو يسأل فيك انت وين تبي تسيبه، هل تبي تديره في الفايل هو ولا لا. انا قلت طبعا هذا ماك، في لينكس بيكون سلاش هوم سلاش سيفن لينكس، باقي كله نفسه، كان يوزرز هوم باقي نفسه دوت اسسيتش سلاش ID underscore RSA. تقدر تسميه حاجة تانية، تقدر تكون عندك multiple identities وهذا. تمام فا قدرنا احنا ال command هو، وقدرنا private public key keys باش نستعملها باش ندير بيهم authentication بعدين. فطبعا اسهل طريقه انك تدير بها انك تنقل بها الكي بتاعك هي الكوماند اهو، فيري ايزي كوماند، يعرف وين الكيز يتخزنوا في عندك وين مخزنين في السيرفر، طول دي السيتش كوبي اي دي يبعثه للسيرفر، تعطيه اليوزر نيم ولا الدومين نيم ولا الاي بي ادرس، وحيسالك على الباسورد طول بعدها كان هو باسورد اوثنتيكيشن. فخلي نديروه نفسه السيتش 100% عندي السيتش كوبي اي دي، يوزر نيم بتاعي هو مسارات واحد ات نس ات 1.msrp. فتوا نعطيه انتر يقول لي شنو هو الباسورد، سألني حاجات قال لي انت السورس بتاع البابليك كي هو هذا، يعني مسيت شيء فهو هذا بيكون. قال لي إن attempted to log out with the new key filter out any that are already installed. طبعا ما قدرش لأن أنا مش مزايرة الكي غادي، one key remain to be installed if you are prompted now، يعني هو زي ما يقول جرب إن هل key installed في السيرفر قبل أو لا، precautionary measure، وملقاه ما فيش وتو سألني على الباسورد. فأنا درت الباسورد حاليا نمبر اوف كيس تبي هذا الواحد ادد مش تبي هذا، يعني هو حاليا تمكن من يدير كي اللي درتها جنريشن تو ولا في السيرفر، و ناو تراي لوجن تو ذا ماشين بالكوماند هو ميك شور يقول لي ذات اونلي ذا كيز يو وانتد ور ادد. تمام هو كي واحد فما فيش كيف نغلط، كان عندك اكثر من كي يمكن تبي تتاكد تركز في موضوع اسم الفايلز بتاع الكي وقداش كي فعلا مضاف في السيرفر، يمكن انت عندك كي تبي تستعمله في سيرفر ثاني بس، وهكذا البيربس بتاعنا احنا تو عادي. فانا قاعد طبعا في الكلاينت، طبعا الجزء هو يعتبر كانه صار في السيرفر، لكن هو بيصير في الكلاينت لان كي كبير مش حنقدر نبعث 8 ولا مثلا براحتك. وفي كيف طريقه ثانيه زي ما قلنا اطول شويه، كان انت ما عندكش السيتش كوبي اي دي تول كوماند هو حطه زي ما هو هكي ديفولت يمشي. فانا بدير السيتش مسارات 1@msrt1.msrt، يعني طبعا دومين نيم اخترته وهيك خشيت طوله ما كتبتش باسورد هيك بكي اوثنتيكيشن. تمام ما كتبتش باسورد انا خلني اعودها مره ثانيه، بعد ما درت الكي درت له السيتش كوبي اي دي طول درت له اعطيته اليوزر نيم اللي نبي نخش به وال الدومين او اي بي بتاع السيرفر ودرت انتر طول خس ماشي مني باسورد. تمام
طبعا في حاجه ثانيه تبي تكتبها متى تاخذ في نوتس، انك انت لما درت السيتش كوبي اي دي، الاي دي هو مشي لليوزر، هو يعني تقدر تدير اليوزر هو اللي هو مسارات واحد في السيرفر، يعني انت ما تقدرش تدير كي واحد لاكثر من يوزر، او ممكن تقدر انت لكن كل مره بتكتبه بروح. لكن عندي مسارات اثنين بنعود نفس الكوماند هو المسارات اثنين، تمام. انا عندي اليوزر هو الوحيد في السيرفر اللي عنده كي حاليا، لكن من عندي كاونت ثاني بتمشي بالباسورد تو، لكن احنا حاليا بنغير الموضوع هو. بخليها الشله هاي تقعد للكلاينت ونجي نقول له هنا فصل السيرفر من قبل دير كلير. طبعا انا ما درت شيء، انا مجرد حاولت نزل لقيت نزل من قبل. فحاليا نبغوا نخش على الكونفيجريشن فايل اللي هو /sh/sh/sh/sh/d_config. انا حاليا في السيرفر روت، فبنجرب نانو، بندير نانو، ندير /etc/sh/sh_config. طبعا الفايلز اللي عندي داخل السيتش غادي، انا يهمني /sh_config /sh/d تمام. فانا هذه الكونفيجريشن تاعي، هذا ديفولت فايل ما مسيتهاش يعني حتى الان. وعندك طبعا نفس الموضوع بتاع الانترفيسز، تقدر تحط فايلز كان عندك زحمة حقك كونفيجريشن مثلا او لاي سبب تبي انت، تقدر تحطهم في تقسمهم كل حاجه في كون فايل براحه وتحطها في السيتشز كونفيج دي اللي هو دايركتوري زي في الانترفيسز دي. فهنا زي ما قلنا عندي مجموعه بارامترز كلهم ديفولت، هما ديفولت كومنتد بس عارفهم هم ديفولت، تقدر تغير فيهم وتنحي ال يعني سواء فتحتهم وسكرتهم ككومنت يخدمهم تو من غير ما تغير فيهم يعني. فعندي مجموعة كبيرة من الكوماند من البارامترز. أهم حاجة إحنا عندنا إن نبغوا نسكروا الأكسس من يعني باسورد اوثنتيكيشن نبغوا نحطها، لكن عندك حبة حاجة نبغى نخدم عليها، نقدر نغير بورت هنا، نقدر ندير أي رقم ثاني جديد، مش أي رقم طبعا، عندك حوالي 64 حاجة هيك، وتختار بورت اللي تبي للسيتش سيرفيس بتاعك في السيرفر. تقدر تخليه يسمع ل IP address معين، كان عندك أكثر من انترفيس، مثلا عندك انترفيس facing public وانترفيس local، تبي السيتش اكسس لوكال بس تقدر تعطيه IP معين ميخدمش السيتش ديمن اللي عليه. نفس الشيء ال IPv6 موجود، تقدر تغير وين يحط في الكيز بتاعه كان تبي، وتقدر تغير سايفرينج وكين ولوجين وحاجه زي هيك. في موضوع الاوثنتيكيشن هنا بيرميت تو لوجين روت لوجين كاتب بروهيبت باسورد تقريبا هيك، يمكن يخلي فيه يخش عن طريق كي مثلا. انا اللي بقول انا هذه اول حاجه نديرها، ما بيش ندير بيرميت روت لوجين، تلقى هنا بيرميت روت لوجين ديرها انا. قلنا علاش هذه؟ علاش باش ما يقدرش يخش حد ازروت من السيتش. الطريقة باش تخش ازروت، تخش بيوزر دار الاو لوجن عن طريق الكي، وبعدين دير السيو داش تخش على روت وتشينج يوزر روت لوجن ازروت، بعد ما دير لوجن انكر تقدر تغير حاجات ماكسيموم ترايز ماكسيموم سيشنز، مثلا قديش عندي كونكرنت سيشن هنا تبدي public key authentication yes نبي تقعد yes. نبي ننحي الباسورد اوثنتيكيشن، يعني ندور في باسورد اوثنتيكيشن هي الباسورد اوثنتيكيشن نبي نديرها هنا باسورد اوثنتيكيشن. ثاني حاجه نغيرها ما نبيهاش yes، ما نبيش حد يقدر يخش عن طريق باسورد، نبي نخشوا بالكيز او ما يخشش. فانا نحكي نحيت الروت وغير باسورد اوثنتيكيشن no. تمام. في حاجة ثانية مش حنديرها احنا توا، لكن تقدر تدير allow users و allow groups، تقدر group
مثلا allowed to switch ولا تسمي اي حاجة, والجروب هي تطفى users اللي تبي تسمح لهم ان يديروا login عن طريق switch server. في حاجة اسمها X11 forwarding اللي علاقة بلما انا السيرفر بتاعي فيه قوي سيستم وفي برامج يشمع قوي فيهم graphical user interface, ونبي الجرافيك يوزر انترفيس هي تطلع لي هنا. فبندير X11 forwarding, يمكن مرة تانية نديروا جهاز فصلة قوي سيستم ونخش عليهم ونخدم برنامج قوي الويندو حتطلع لي هنا في الكلاينت. حتضطر تعطي فلاج كابيتال X في الستش كلاينت بتاعك ودير لوجين نورمال وهي تكون enabled تو يخدم, يعطيك الويندو عندك انت. في مجموعة حاجات, في كيف تدير كومبريشن, في كيف تدير تي سي بي كيف الايف على حسب انت حاجتك. تدير بانر للسيرفر, انت بتدير بانر لما حد يدير لوجين للستش, وغيرها العديد من الـ من الاوبشنز. طبعا في حاجات في الستش يسمح بانك تدير فوروردنج, تدير هلبا حاجات لاي حد عنده اكسس على الستش يوزر تقدر تذكرها عن طريق علاقة بي فوروردنج نو. تقدر تفتح بورتس من الكلاينت للسيرفر وبالعكس من السيرفر للكلاينت, تقدر هلبا حاجات تقدر تذكرها عن طريق علاقة بي فوروردنج نو. طبعا هاي كلام عليك تبقى في اليوزر. طب في كيف تغير في سايفر تريكينج, تقدر تزيد فورورد سيكرسي باستعمال تكنيك هو ED255519 الليبتك كيرف. اوكي لكن احنا مش هنديره تو, انت تو تستعمل في البابليك برايفت كي, لكن ما الكي نفسه ما يتغيرش كل شويه, ما فيش فورورد سيكرز تقدر تضيفها حتى. فانا تو ام هابي وذ السيتنجز. طبعا ضروري تدير ريستارت السيرفيس باش السيتنجز ما يمشوا. وطبعا انت كانك غلطت حاجه في حاجه في السيرفيس في الكونجريشنز هي حتفصل عليك السيشن ومش هتقدر تدير له مش هتقدر تعدل عليه لان تخش على السيرفر نفسه. هو انا هيك قاعد خاص هنجربه من هنا. تمام هيك هنا خاص واموري تمام في السيرفر بتاعك. توا ما عادش نقدر نخش عن طريق باسورد وما عادش نقدر نخش عن طريق الروت. خلينا نديرو نخش من هنا نجربو الموضوع, نديرو له من هنا نخش از روت قال البرميشن دينايد. يعني هو ياخذ في بابل كي, بابل كي ما عنديش لليوزر هو كان عندي بابل كي مش هيخش. نعم كان عندي بابل كي مش هيخش. انا عندي بابليك كي بتاع يوزر مسارات وان حتى هو روت مش هيخش خاطر انا مش حاطيه بالمسن داير برميت روت لوجن دايرها نو. في حاجه تانية لما ما تقول له شيء هنا ما تعطيش يوزر نيم بكل حيمشي نفس اليوزر اللي انت عندك في السيستم اهو عبيت اسفه برنس هذيك باي نوت فيعطيك بالمسن دي نفس. لكن دير مسارات وين يخش طول ما عشان تطلبني باس ما عشان تطلبني شيء بالكي يخش شيء. تمام فهذه التوتوريال اللي قلت لك تقدر تستعملها باش تدير حاجات اكثر من هيك. مش أكتب هيك هو نفس الحاجة درناهم لكن يتكلم عليهم بشكل أكبر كان كتب يتفهم أكثر على حاجات معينة.
نعتبر درنا نفس اللي في التوتوريال بالضبط. تمام. خلينا نديروا حاجة تانية مثلا. نرجع لل نديروا نانو سلاش مثلاً غيروا port number هنا. نديروا حاجة تانية 22.02 اوكي. طبعاً نبي ندير restart every single time I change حاجة في الـ configuration still restart system نتوب ما نعطي exit مرة ثانية لما نجيب نخش مش حيلقى حاجة في البورت هاتين كوريكشن ريفيوز بورت كلوز فبنعطيه هنا اوبشن ثاني داش بي 22.02 هذا فلاج فلاج داش بي يعطيك يعني تقدر تعطي بعده بورت نمبر معين تو وليت مرة ثانية مثلا البورت نمبر جديد 22.02 حتى يمكن مرات تبي ديرها كانك انت عندك هلبا تاكس يجوا على السيس بورت بتاعك ليبيا قصدي معروفة أي public IP عندك الناس كلهم برا في الصين وغيرها يديروا في رينج كبير IP-ات يقعد يجربوا مني عنده port مفتوح 22 يقعد يجربوا عليك دي ما يديروا فهم معناش قصدي كونغرس قوي دي ما يديروا فهم فالأحسن انك تغير للport port numbers أنا مندير فهم لكن انت مش لازم تديرها على حسب كان كنت تبي تديرها شو في كمان سنين اوبشن سنين طبعا زي ما قلت لك فيه اوبشن فورورد X11 فوروردين X11 فوروردين نقدر نديرها نو هنا لانه مش فارق معاي بكره نديرو نو لان هذا يدير فوروردين للحاجات القوي الجرافيك يوزر انترفيس ويندوز تطلع لك في الكلاينت تمام درت له درت له نو باش معاش يختم فتوى مفروض معاش يختم كان انا نبي يخدم ومخدمه ومعطيه يس نفس الكوماند لك في الاخير نديره داش كابيتال اكس في الكلاينت تمام هذا يعطيك لما بتخدم هنا حاجه لما انا درت لوجين ومدير داش اكس كابيتال اكس هي لما نعطيه مثلا كوماند يخدم في ال فصلة ويندو تطلع قوي جرافيك يوزر انترفيس مثلا جنوم كالكوليتر ما نعرف حتى اسمه انا بالضبط شنو هو ما عنديش في السيرفر لما ندير له هيك هو موجود حيطلع لي ويندو في الكلاينت ما نعرفش بوتي يدعم فيها ولا لا بصراحة لكن في اللينكس وال حتى في ماك ما جربتهاش يمكن تخدم لكن في لينكس كان عندك كده لينكس وعندك قوة وخش السيرفر اللي تخدم حاجات تكون يعني انت الزوز ترى عندكم قوة انت والسيرفر سألني على ريبورت بوك تول انت ولا ما فيش حاجة اسمها ريبورت بوك تول ليه علاقة بنتول في تول واحدة اسمها ريبورت بوك دير في بوك ريبورتينج للديبيان ممكن في حافية حتى في حاجة تانية في ريبورت بوك ريبورت بوك هذا هو الكلمة هنا انت تكتب ريبورت بوك هذا هو ريبورت بوك كتبت خزنا ما بيش ندير ريبورت لكن هي لا
في حاجه ثانيه ضيفها طلال الدين سلكت انترفيس ما اعرفش بالك هو يبي اما انترفيس اللي تبعت منها الريبورت ايه هو هذا كيف تديرها يا بس انا ولا ما استعملتها حق بصراحه كيف تدير الكم انترفيس والله ايش بدي له كيف تحدد له تدير انت ادير انت والريبورت بوك اوفتن هاف دايركت انترنت اكسس هيك معنا ديما بيقعد يخدمه لا دير انت ما قالك هل في العاده عنده انترنت اكسس حسيت انه يبي ديما يخدم answer yes this question unless you know that you are doing unless you know what you are doing and plan to check whether duplicate reports have been filled by some other channel دير له مثلا But what's the real name should be used for the reports? Unknown. Which of your email addresses should be used? Unknown. Do you have a mail transport agent? Present the name of your SMTP host. هون حاجة كل اللي علاقة بالإيميل. لا فيها أنا أفكر فيها لها علاقة بالإنترفاس Default preferences file written to reconfigure rerun report bug with confidence Please enter the name of the package in which you have found a problem or type other Okay, other مثلا package 39 Briefly describe the problem. Okay. Remove and release critical severities. It's running in August. How would you rate the severity of this problem? Which test? Please select the severity level. Tip it some editor. ممكن تعدل في ريبورتر حاجة دير مينتينر عندي مشكلة هذه كم تكتب لها رسالة عليها مثلا أنا ماشي حالي هيك submit this report is report is unchanged edit this report or quit edit this bug report don't submit the bug report send the report anyway دي لا اس يبعتها anyway اوكي هكي ما عمشت ولا عندك backup للريبورت شد دموة انت قليش حتى حاجة عندك هنا temporary file خصتها report بتاعك backup مؤقتة هذا هو هكي بعت report بك. بعت اللي هو submit at bugs the devil هم مختصين يعني كتابة إيميل تا bug report هذه نظام في الأجهزة مثلا يقول اكتب ال ترسل مثلا لكن فنون تسمح تاع الشركة قبل تاخذ لكن هو مش نفس الشيء هذا يمكن يكون anonymous أبل ما كده مش نفس الجو يمكن يبقوا ممكن بياخدوا معلومات تحدد شخصيتك انت هم دي بيكتبوا انونيمس ريبورت لكن ما البرامج اللي مش فري سوفت وير ما تقدرش تعطيها تلقاها بالضبط لكن هم على اساس انه من الواجهه انه اللي غلط يقولوا وفي لما درنا انستليشن سالنا كان نبي نبعت يوزرز ريبورتس ولا طبعا دي ما ندير فينا بدل في حاجه فيها مهمه شويه السيشن اليوم جت قصيرة شوية معناها زوز توفكس فيها السيرفيسز و الستش سيرفر عندكم اي مشكلة في موضوع الستش
والله باش نكون واضحين الأمانة كستش سيرفر يعني مهمته التشفير شنو وظيفته مهمته انك انت تخش ريموت اكسس على الكمبيوتر بطريقة امنة كويس هنا يا توسوار انت هل تخش من انت تخشيت كانك من ديبيان ديبيان تالي هو من الماك لكن نفس الشيء كويس نفسه بالضبط من الماك تدي نستعمل في نفس البرامج والباكجز اللي فري سوفت وير يعني ما نقدر حتى من ويندوز اخش تقدر لكن ويندوز ما نعرفش هل ينزل السيت شيك في الترمن العادي ولا دول تستعمل كوتي كان تقدر تنزل نفس البرامج زي اللي عندي هنا تبدا نفس الـ جنو افضل جنيو هذيك جنو شنو؟ جنيو تقدر تنزلها على الشل بتاع الويندوز نفسها جنو يوتس هذيك بينزلوا لك برامج زي الكاتو كاتو الى ممكن عن طريقها بعدين تقدر تنزل صور ما ليش علاقه اظن اسسيتش برنامج بروحها حتى هو تبع الجنو يمكن لكن تستعمل بروحها نزل بروحها خلنا ندوره يعني مهم تطور الشركة حاجة بدل ما حاجة من الحاجات اللي يعني تقدر تبدأ ما تساينين بالباسورد تبدأ تساينين بالكي حافظة عندك في مكان ما وقت ما طبعا الكي هو كي غير بابليك وبرايفت اللي نبعد فيه السيرفر هو البابليك فقط ما بعدش في البرايفت كي برايفت كي ديما يقول جهازك بس كيف يتأكد منه؟ يتأكد عن طريق البابليك كي لأنه لما ببيعت لك حاجة في البابليك كي حتى هو مخزن عند البرايفت بتاعك انت لا البابليك بتاعك يقعد في السيرفر والبرايفت بتاعك يقعد عندك انت البابليك في اللوز والبرايفت عندك انت بس لما انا نبعث لك حاجه مشفرها بالبوبليك كي بتاعك ما في حتى انا يقدر يقراها الا انت لان انت الوحيد عندك برايفت كي يعني عندك قفل هواء مش طبيعي المفتاح اللي يفتح مش نفس اللي يسكر قالوا فيه اوبن اس اس اتش في الويندوز ان سيتنجز سيلكت ابس ذن سيلكت اوبشنال فيتشرز scan the list to see if open sets is already installed once setup completes return to apps open services desktop apps تفتح سيرفيس ما غادي the services app كتبنا سمينا كنا اكيد يمكن يكون برنامج مختلف SSH feature اوكي ادو نخش نشوفها لا فهمت في نفس البرنامج موجود ستش كيتشن في برنامج هو يمكن انت بتنزله ولا ما اعرف المهم البرنامج هو اللي يستعمل في اللي يستعمل في سب سيستم في لينكس Quickly in two ways, through the command line using Windows, subsystem for Linux, or with PuTTY. PuTTY, but now you can use the keys. You can use multiple such keys. Check it out. I'm using it. I'm using it. I'm using it. تمام كان عندكم اي سؤال اي حاجه مش واضحه طبعا انا نفضل لكم تجربوا الحاجات اللي نديروا فيها هنا مدابيه في البي ام اللي عندك دير جرب تخش على سيرفيسز ودير السيس سيرفر وانا ما نزلتش اساينمنتس لكن باذن الله اليوم بنزلها بنزل اساينمنتس على اللي فات واللي فاتنا اليوم باذن الله المحاضره اليوم مازال ندير
عندك سؤال تسجلوه دورة. أنا رأيك بس خلاص. ما أحسن. هو أنا بخشيت من خش الملف البسطة. في مكان يتخذ البسطة شوف البسطة. شو فصل؟ يا أخي أنا ما أدخل زرع. شو يدرون؟ شوف البيت. بس. ولا يقبل خلاص. نعرف بس. بس في نفسه. بس في نفسه. أنا مشطح شيت بروح. على كم بتاع؟ أنا ما أدرىش استخدمها. ما أدرى ليه درت يوزر وزات بس بتاع. وياه بين نص بس بتاع. أنت شو اللي بس بتاع يوزر؟ بس بتاع يوزر. خلاص خش بالروت ودير فاست دبليو دي فاست دبليو دي سبيس اسم اليوزر نيم تبي تغيره حيعطيك طول تغيره من غير ما يقول لك باسورد اول شنو ما بنعرف باسورد لو ما تقدر ممكن هو خش هو جاب شوف حاجة اسمه باسورد فايل اي تي سي سلاش باسورد باس دبليو دي هو اذا جاب اي تي سي اي تي سي سلاش نعم ملف تاع الشبر انا اللي نعرف انك في الباسورد انا ما اوشنو تلقى لك تلقى مشفر بس حتدور عليه لكن مرات تلقى مش مشفر هذه المرة لك على حسب الدستور مو ديبيا تو على الاقل عشان يجربها بس ودي على مجرد في الديبيا مشفر المفروض مشفر ما تقدرش حتى لكن ممكن تحصل مشفر انا ما اعرف حسب الدستور نفس الفايل هو نفس الفايل تلقى مشفر مرات تلقى مش مشفر انا زمان قبل الموضوع نسيت الباسورد بتاع مش انا شخص ثاني نسيت الباسورد بتاع الويندوز بتاع مو ماش عارف لازم ولازم يوصل في الويندوز يخزن في الباسورد في الهارد ديسك خليني الويندوز باهي مو مخدع الولاد نزل اصلا لينكس الجهاز وخش بطريقه ما بدل الباسورد بتاع اي ما قلت لك مخزن هو الباسورد يخزن في الويندوز في الهارد ديسك في غادي داتابيز تنزل فيها الباسورد في الويندوز في الويندوز ان تي دي اس مش عارف شنو اسمه ما حسيت انا اذا زمان كنا نستعمل خش نزل لينكس على جهاز وخش بيه بعدها وخش باللينكس جبد له الباسورد بتاع طلع مسح اللينكس في تول في تول تلقاها دايرين سكريبت واتي الموضوع مره جربته زمان في اللينكس اكيد بنزل كاليو بيكون في التيالي موجود من الاول قال يقدر يخش بحاجه زي في كذا تول واحده منهم يبدو مع بعضهم كم تول في برنامج واحد تختار عشان تبي لكن هو متجون على الدومين ميتا سبلويت ميتا سبلويت اكيد لا ما مش علاقه بالشركه ولا تقدر تعطال في الميتا سبلويت اكيد فصلت ولا ممكن اكيد انا هيك ضربني الفضول ولكن بنعرف لا لا موجوده بس عارف ان الويندوز شيء دورت شويه دورت شويه كيف الموضوع لانك سجلت انه هو تخش توصل بالشادو فايل او انت وصلت الباص واللينكس وين يخزن لكن هنا وقفت ماش حصل اي تي سي باسورد ولا في هذا الشادو شادو هذا شادو فايل مش يسجل فيه حتى هو يمكن يسجل فيه من جد قاعدين خشين على السيرفر ترى نانو اي تي سي باسورد هنا هنا هادو فيه مجموعة حاجات باش الفرق بين هنا تخريب اليوزرات ولا يمكن يوزرز يوزرز لكن في الشادو الباسورد تلقاه غير تجربة دوت شادو ولا شادو لا شادو دي شادو باش بالمشي هنا هذا بس هذا بس بالضبط هذا كله في الواقع 1 2 3 بس لك شوف شوف كيف مشوف لا ترى هو حتى هو شوف هو 1 2 3 هذاك 1 2 3 مش نفسه لا مش نفسه دي كي واي بعد درس مش نفسه مش نفسه على خاطر في يستعمل حاجه اسمها الصوت يزيد في حاجه معاه ويشوف فيهم مع بعض باش يبدا نفس باس ما يبانش نفسه تو الخطوه الثانيه شنو هي تظبط ان هم باش مشفريش مستخدمين في لما كي لا بس اول حاجه لازم تعرف شنو هي مشفرين بها هل بيس 64 هل فهمت شو اما قداش بيت مستخدم يعني انت لازم تعرف الميكانيزم هي بعدها تقدر تفك التشفير مش تفك التشفير فين يستخدم صوص كي مش حتى تفكه ما هو هاش ها؟ هاش لكن تعرف
باش تشفر هو لا في حاجات معروف في حاجات ضعيفه شاون ضعيف والام دي 5 ام دي 5 كومبليت ليها لكن تستعمل اي حاجه ثانيه يكون سكيور ما قصدي مستحيل حتى البيز 64 تحصل البابليك كي والبرايفت كي تقدر تحصل بيز 64 مش انكريبشن بيز 64 ويت ريبريزنت داتا ب 64 كاركتر انه هو على اساس يدير كومبريس اكثر لما انت تبعت فيه كسترينج يبان اصغر منك تستعمل ممكن صح هو ايه مزبوط لانه هو انا في واحدة من الحاجات اللي خدمها في الكود زمان جماعة ماستر عطوني بي اي لازم تكون شفرة فجنت دي قال لك تقدر تشوف البداية بتاعها تعرف شنوها شاون للبيز 64 تقدر تشوف البداية بتاعها تعرف شنوها باي ماشي البداية بتاعنا دولار واي انا يس كريبت دولار واي دولار واي دولار يسكريبت كيف عرفت انه رجل محدد ليش هما راتم هادو تلقاه في بدايه السطر اي لا عارف لا انت كيف محدد ذا في جوجل بس عرفت انه كل واحد بس كمش حاجات كمش حاجات هيك كمش حاجات ما فهمت شيء اصبر كتبت ديبيان باس انكريبشن شادو فايل حسيت الاول لينك وبعدين درت فايل حسيت عليه هنا تو كان قصبطها يا تطش شو بتدير تش تقرا عليها يا اليس انكريبت تعرف تجيب فيها شن تستخدم من كي وشن من دنيا عادي ولا يهمك على الزين كيف تخدم شن تخدم وشن تستخدم ها تعرف شن تستخدم بتخش